كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة معقولة. ولا كان في يوم يخطر على شر بلد ولا كان في يوم يخطر على بلد يجي يدق الشر بلد وتشوف معاه حاجات كتير ما كانتش يوم عامله حسابها. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة دي معقولة. ولا كان في يوم يخطر على بالها يجي يدق الشر بالها ولا كان في يوم يخطر على بالها يجي يدق الشر بالها وتشوف معاها حاجات كتير ما كانتش يوم عاملة حسابها. اسكتي. يعني ايه اسكت؟ يعني اشوف بنتي بتتعذب قدامي ممكن يجرى لها حاجة وتقولي اسكت؟ ما انا مش ممكن ارمي بنتي لواحد مجرم زي ده. مجرم؟ مين قال ان شهاب مجرم؟ ده مفيش اخلاق زي اخلاقه. انت مش عارفه حاجه، مش عارفه حاجه. طب قولي، عرفني، فهمني. سكت طبعا لانك ما عندكش حاجه ضد الراجل. يا احمد قولي انت ايه اللي بينك وبينه؟ انا مش فاهمه، انت مش راضي تقولي الحقيقه ليه؟ شهاب عاوز يقتل مراته. يا سلام، هو اللي قالك كده؟ ايوه هو اللي قال لي. يمكن متضايق من اللي هي عملته فيه وعشان كده بيقول هقتلها. طب ما انت ياما قلت ان انا هقتل عمتي وعايزها تموت ونخلص منها. كنت تقصد الكلام ده؟ يعني الواحد لما بيكون متضايق بيقول اي كلام. هو مصمم يقتلها. يا احمد يا حبيبي، لو كان عاوز يقتلها كان قتلها من زمان. اللي بيقتل ما بيستناش حاجه. يعني برغم كل اللي قلته لك ده برضه عاوزه تجوزي بنتك؟ يا احمد يا حبيبي، أنا خايفة على البنت، البنت مش حمل أزمة تانية،
انا دخلت عليها عند اختها سهى، لقيتها مفطوره من العياط. يا سلام، وكمان سهى موافقه ان اختها تتجوز الراجل ده؟ مش اختها وخايفه عليها؟ وبعدين البنت بتحبه من ساعه ما عمل لها العمليه، متعلقه بيه وبتحبه. ايه الحب الغريب ده؟ بتحصل كتير. انت عارفه شهاب ده عنده كام سنه؟ ان شاء الله يا رب يكون 100 سنه. هو عاجبها الدرجه دي؟ مسيطر عليها؟ البنت بتحس معاه بالحنان والامان، بتحبه وبيحبها. ما بيحبهاش، ما بيحبهاش يا ثريا. امال عايز يتجوزها ليه؟ سكتي يعني؟ نامي نامي يا ثريا. انام انام وارتاح، وبنتي تعبانه. صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا بابا. ايه مها، ما نزلتش تفطر ليه؟ في ايه مالكو؟ هي مها لسه تعبانه يا جماعه؟ ما حد يرد عليا. هي مش كانت اتحسنت امبارح بعد ما دكتور شهاب شافها؟ اه، وتعبت تاني. يبقى لازم بقى في حاجه مضايقاها ومش راضيه تقول. ماما لازم تشوفي الموضوع ده، كده مش كويس علشانها. ما تقول لابوك الكلام ده. يقول لي ايه ويعيد لي ايه؟ حرام عليكم، انا تعبت بقى. هو في ايه بس يا بابا؟ خلاص انا هحل كل المشاكل دي. هو في ايه يا ماما؟ انا عارفه. الزيارة اللي بدري دي؟ أنا ما نمتش طول الليل يا شهاب. أكيد كنت بتفكر في اللي أنا قلته لك. أيوه، فكرت في اللي أنت قلته لي. مرادك إيه؟
لسه ما نمتش برضو؟ هتخنق مش قادر انام. ما انت اللي عامل في نفسك كده. الجاكيت وانزل. انا مش هعطلك كتير، المهم نخلص بسرعه. طيب نشرب حاجه؟ لا مش عاوز اشرب حاجه. خير، قول اللي عندك. ايه ده؟ ايه قليل؟ بتوع ايه التلاتة مليون دول؟ بتوعك. نظير ايه؟ نظير انك تتخلى عن اللي في دماغك. انت مش عاوز تقتل مراتك عشان الفلوس؟ قصدك عشان ثروتي؟ انت عارف ثروتي دي بتتقدر بكام؟ مش اقل من 100 مليون جنيه. يا ريت كان عندي الفلوس دي، كنت اديتها لك وخلصت من شرك. ومين قال لك ان انا عايز اقتلها عشان ثروتي وبس؟ وابني اللي كانت السبب في موته، واسمي اللي اتخذ بيه الارض، وسمعتي كطبيب وجراح، مش كل ده يديني سبب ان انا اقتلها؟ وبنتي، بنتي انا ذنبها ايه؟ انت نفسك اعترفت بانك بتحب واحده تانيه، ومع ذلك برضو عاوز تتجوز بنتي. مش انا قلت لك انهم لما يحكموا عليك بالاعدام او بالمؤبد عيلتك هتحتاج لواحد زي عشان يحميها؟ قلت لك ان انا بعمل كل ده عشان الصداقه اللي بينا. شهاب، من غير لف ودوران انا هدفع لك 10 مليون جنيه. رايح نفسك، انا مش محتاج الفلوس، انا كل محتاجه ان انا اشفي غليلي واطفي النار اللي جوايا. زي ما انا ما بنامش من ساعه ما اكتشفت خيانه مراتي ليا، انت كمان ما بتنامش من ساعه ما قتلت عمتك. انت برضه مصر اني قتلت عمتي؟ ما هي دي الحقيقه يا احمد، انا متاكد. يعني مفيش فايده، اللي في دماغك في دماغك. طب انت لو كنت مكاني مش كنت هتعمل كده؟ لا طبعا، انا راجل قانون. بس قتلت. يعني انت عاوزني اقتل مراتك؟ الصداقه بتقول كده. انا طبعا ما يرضينيش انك انت تدخل السجن، لكن اعمل ايه؟ ضميري ما يسمحليش. زي ما انت عرضت عليا عرض صعب، انا هعرض عليك عرض بس سهل. تحب تسمعه؟ اتفضل قول. انا موافق اني اقتل مراتك، بس بشرط. ايه هو؟ انك تبعد نهائيا عن مها بنتي. موافق. تحاول تفهمها ان الحب اللي بتدعيه ده مجرد حب أبوي. موافق. وتبدأ من النهاردة، اتفقنا؟ لا طبعا ما اتفقناش. ايه؟ في ايه تاني؟ عندي اعتراض بسيط. ايه هو؟ ان الشرط ده يتم بعد ما تقتل مراتي واستلم جثتها. اتفقنا؟ لا 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 لا، احنا مفيش اي حاجه نتفق عليها دلوقتي خالص. ليه بس يا حبيبتي؟ دي ماما مستعجله قوي. انت كل حاجه تقولي ماما ماما ماما، ايه ما عندكش شخصيه خالص؟ لا يعني اصل ماما بتحبني وعايزه مصلحتي. ما هي مصلحتك دي برضه لازم تبقى ماشيه مع مصلحتنا. مش فاهم يعني ايه. يعني في مشاكل عندنا دلوقتي بسبب اختي مها. هي اختك دي ما بتبطلش مشاكل ابدا، مره عيانه ومره مش عايزه تتجوز، هي ايه حكايتها؟ لا يا فالح، المره دي بقى هي اللي عايزه تتجوز. طب وايه المشكله؟ المشكلة إن بابا مش موافق، زي ما مش موافق كده على جوازنا. ازاي الكلام ده؟ دي ماما قالت إن مامتك طمنتها. ماما ممكن توافق، بس المهم إن بابا هو اللي يوافق. هو باباكي ديكتاتور؟ لا طبعًا، بس إحنا بنحبه وعارفين إن هو عايز مصلحتنا. أهو ده بقى الغلط اللي دايمًا بيحصل. إيه بقى دايمًا الغلط اللي بيحصل؟ إن الأب أو الأم يمشوا رأيهم على أولادهم بحجة إن هما بيعملوا ده لمصلحتهم. وممكن قوي يكون الرأي ده غلط وفي الآخر يتسببوا في تعاسة أولاده. إيه ده إيه ده؟ الكلام الكبير اللي عملت تقوله ده؟ ده أنا كنتش أعرف إنك بتفهم غير في الذرة. يا حبيبتي العلم بيفتح المخ وبيساعد الإنسان على التفكير السليم، وخصوصا لما يكون واحد زيي غاوي قراية في موضوعات كتير. عشان كده طلعت نفخة.
النبوغ دي كلمة شاملة مش بالنسبة لتخصص الإنسان بس، وأنا قريت إن معظم النوابغ في العلم كانوا في نفس الوقت نوابغ في الأدب والفلسفة، زي مثلا عندنا الدكتور مصطفى مشرفة والدكتور أحمد زكي وغيرهم وغيرهم. تعرف يا نبيل، أنا أول مرة أحس إني شيء صغير قوي بالنسبة لك وفعلا محتاجة لك. اطمن يا نبيل، أول ما مشكلة مها أختي تخلص هقولك عشان تجيب مامتك وتخطبوا. إيه ده؟ هو أنت مش قلت إن باباكي مش موافق؟ أنت مش لسه قايل إن رأي الأب والأم ممكن ما يبقاش في صالح أولادهم؟ عاوز اتكلم معاكي. ما تزعليش مني. خلاص. موضوعك هيتحل. انا اتفقت مع شاب. حقيقي يا بابا؟ للدرجة دي بتحبيه؟ يا ريت يستاهل. هو كمان بيحبني قوي. متأكدة؟ طبعا. على العموم أنا اتفقت معاه على كل حاجة، بس قلنا نأجل الموضوع كله لغاية ما تخلص امتحاناتك السنة دي. يا حبيبي يا بابا، ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا حبيبتي. خلاص بقى، دلوقتي انت ما عندكيش حاجة، عاوزك ترجعي زي الأول بنوتي الرقيقة الحلوة. لما تنزلي على الغدا الاقي وشك مبتسم ده على طول. اتفقنا؟ اتفق. انت زعلان عشان اللي عملته؟ يعني البنت تضيع احسن ولا اللي عملته احسن؟ انت عارف يا احمد، انا دخلت عليها الاوضه دلوقتي لقيتها فرحانه ومزقططه، حاجه تانية خالص. انت مبسوطه؟ طول ما بنتي مبسوطه اكيد هبقى مبسوطه. تفتكري سعادتها دي ممكن تدوم؟ صدقني يا احمد، طالما بتحبه وهو بيحبها ايه اللي يكون ناقصهم يعني؟ طب متشائم ليه؟ محدش عارف حاجة. محدش عارف حاجة. ألف مبروك يا معايا حبيبتي. مش قلت لك بابا هيوافق؟ الله يبارك فيك، بس أنا حاسة إنه زعلان. وأنت يعني كنت عايزة يبقى مبسوط؟ أيوه، المفروض يكون فرحان زيي. عارفة إمتى؟ إمتى؟ أول ما تلبسي فستان الفرح كده، اللي صحيح هو هيبقى إمتى؟ بعد الامتحانات إن شاء الله. ياه، وانا لسه هستنى كل ده؟ انت ايه دخلك بالموضوع ده اساسا؟ اصل ماما قالت لي ناجل موضوع نبيل لغايه ما يخلص من موضوعك. طب ما انا موضوعي خلص خلاص. انتوا لسه اتجوزتوا؟ هنتجوز بس ما تنقيش انت يا باي. برضه مصر على الانكار وانك ما قتلتش خالك. يا فندم حضرتك ليه مصر تتهمني؟ كل الدلائل ضدك، انت الوحيد المستفيد من قتل خالك. يا فندم انا فعلا اكتر واحد مستفيد من قتل خالي، لكن يا فندم انا ما قتلتوش ولا حتى فكرت في يوم اني اقتله، بالرغم انه كان بيزعلني، لكن يا فندم انا كنت بحبه جدا وزعلت كتير لما اتقتل. طب تفتكر مين اللي قتله؟ يا فندم انا ما اعرفش، لو كنت اعرف كنت انتقمت منه. الو
فوزي باشا، ايه الاخبار؟ ها؟ ده جديد خالص الكلام ده. ده ممكن يغير مسار القضيه تماما. لا طبعا، لازم نجيب السفراجي ده ونحقق معاه تاني في اسرع وقت. ماشي يا فوزي باشا. واخفض المحضر في ساعته وتاريخه، واتولت على المتهم اقواله ووقع عليه. وقع. وانا حضرتك حضر المحبوس لحد امتى؟ لغايه ما نثبت براءتك. احنا رامي هنعيد التحقيق تاني مع ناس في قضيتك، ومين عارف. بس برافو يا احمد، شكك كان في محله. لا يا فندم، انا كان دايما عندي احساس داخلي بيقول ان الولد رامي ده بريء وما قتلش خاله، ولولا ان السفرجي ما صبرش وبنت عليه نعمه بسرعه ما كناش هنقدر نوصل للقاتل الحقيقي. ايوه بس معقول ان زكريا السبع رجل الاعمال الكبير يقتل صاحبه؟ ايوه يا فندم، ما هو كان مديون له ب4 مليون جنيه، وظهر ان المجنى عليه هدده فخاف يرفع قضيه بالشيكات من غير رصيد، فاتفق مع السفراجي ان يعمل له مفتاح للشقه مقابل ان يديله 100,000 جنيه. لا حول ولا قوه الا بالله، الفلوس جننت الناس، قضت على ضمايرهم. الدنيا ما عادش فيها امان يا احمد، وبدل الواحد ما يحرص من عدوه لازم كمان يحرص من صاحبه. عندك حق يا فندم، ده الواحد لازم يحرص من صاحبه. لا المهم، اخبار عروستنا ايه؟ هنفرح بيها امتى؟ ازيك يا احمد؟ نعم. انا اصلي كنت عند النائب العام بزوره. ما انتوا جددتوا الصحوبيه وبقيتوا صحاب تاني. خلينا في المهم، انت فين يا اخي من ساعه ما اتفقنا؟ عندي شغل. وهتفضل مشغول كده على طول؟ عندي كام قضيه لازم اقفلها. خد اجازه يا اخي، خلص مهمتك معايا وارجع شغلك تاني. يعني مش قادر تصبر عليا كام يوم؟ ما انا صبرت عليك كتير. ايه المطلوب مني؟ تسمع الفكره اللي في دماغي ونقعد نتناقش فيها. تفتكر ده كلام ممكن يتقال هنا؟ ده المكان المناسب؟ استنى يا اخي لما نتقابل. في دي معاك حق. تحب نتقابل فين؟ تعرف احسن حاجه فيك يا ابو حميد هي مواعيدك. انا فاضل لي حاجه احافظ عليها غير مواعيدي. اتفضل اتفضل، قول لي بقى تاخد ايه؟ لا ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ القعده اصلها ممكن تطول. وايه اللي هيطولها بقى؟ هما مش كلمتين؟ انت شايف كده؟ بقى يا راجل رايح تقتل واحده بكلمتين؟ مش لازم يبقى في خطه نقعد ناخد وندي فيها؟ انا العمليه كلها بالنسبه لي انتحار. اللي يسمعك بتقول كده يفتكر انك ما قتلتش قبل كده. اقعد اقعد بس اقعد. خلينا نشوف الطريقه اللي هتنجيك من حبل المشنقه. وليه ما تقولش انها هتلف حوالين رقبتي حبل المشنقه؟ هو انا معقوله برضه اصدرك في عمليه تضرك؟ ده انا بقى صديق اي كلام. الصديق الحقيقي هو اللي يخاف على صديقه قبل ما يخاف على نفسه. ده غير بقى ان العمليه بتاعتنا دي لو فشلت انا اكتر واحد هيتاذي. عشان كده بقالي شهور طويلة بفكر في خطة محكمة. وليه ما فكرتش في خطة أنت اللي تنفذها بنفسك؟ عارف ليه؟ لأن أول واحد سكوتلاند يارد هيفكر في اتهامه هو أنا. في أدلة كتير قوي ضدي قبل ما أقتلها، فما بالك بقى لو قتلتها. مجرد وجودي في إنجلترا أكبر دليل على اتهامي. صح كلامي يا سيادة رئيس النيابة ولا أنا غلطان؟ وأنت اللي زيك يغلط أبدا؟ صدقني يا أبو حميد، اللي شغل مخه كويس عمره ما يغلط، وانا طول عمري بشغل مخي كويس. اكيد بتشغل مخك، والا ما كنتش قاعد قدامك القعده دي. انا بقول لك الكلام ده عشان اطمنك، انت هتروح انجلترا وترجع من غير ما حد يعرف حاجه خالص. عبقريتك الاجراميه بقى رسمت لنا خطه شكلها ايه؟ طب ايه رايك نشرب حاجه الاول؟ ما تيجي نشرب ياسون عشان نفكر كده باعصاب هاديه. وبالمره ما نخف النور عشان نقعد في جو شعري. تعرف انها فكره هايله.
تحب نقعد في ضوء خافت؟ تصدقت انا بتريق. خلي النور زي ما هو عشان كل شيء يبقى واضح. عن اذنك. رايح فين؟ عامل ينسون. ماما هو بابا ما قالكيش هو راح لشهاب ليه؟ والله ما انا عارفه يا حبيبتي. معقوله يا ماما ما قالكيش؟ والله هو كل اللي قاله انا خارج. لما سالته رايح فين بصلي بصيته اللي انت عارفاها دي وكانه بيقول لي وانت مالك. بعد كده قال انا رايح لشهاب. ما رضيتش بصراحه بقى اساله انت رايح ليه. طب ما تعرفيش هو رايح له ليه؟ يا بنتي هم صحاب ولازم يزوره وفي اي وقت ومن غير مناسبه. ما بالك دلوقتي بينا نسق. ايوه بس لازم يكون فيه سبب لان بابا كان عنده لسه قريب. يو يا مها ما تشغليش بالك بقى بالموضوع ده يا حبيبتي. ازاي بس يا ماما انا بخاف. بتخافي من ايه بس؟ من بابا. خايفه مره يتخلق على شاب حاجه. يا حبيبتي ما تخافيش وما تقلقيش، شيلي الاوهام دي من دماغك. موضوعك وخلاص وانتهى، وجوازك من الدكتور شهاب وابوكي وافق عليه. عاوزه ايه بقى اكتر من كده؟ بلاش يعني ابوك يروح يزوره عشان خايفه يتخانقوا مع بعض. ما هو بابا ما كانش موافق في المره اللي فاتت. هو وافق اهو يا حبيبتي، وانت عارفه ابوكي ما بيرجعش في كلامه. خلاص بقى ذاكري بقى وشوفي مصلحتك وعيشي حياتك وشيلي الاوهام دي من دماغك. انت ناسه انك عندك جامعه ومذاكره لازم تخلصي علشان خاطر تتجوزي. ايه رايك بقى في الخطه دي؟ مش صاحبك برضه بيعرف يخطط جرائم محبوكه؟ ده انا بفكر حتى اليومين دول الف روايات بوليسيه. ليه ناوي تقتل حد تاني؟ صدقني يا احمد، من خلال تجاربي وقراياتي للروايات البوليسيه، الجريمه اللي تجر وراها جريمه تانيه تبقى اصلا جريمه فاشله. والله انت تنفع تبقى استاذ علم الاجرام في كليه الحقوق. طبعا، هو لولا ان انا قدرت اكتشف بسهوله الجريمه اللي انت ارتكبتها كنت اقدر اضغط عليك واطلب منك تقتل مراتي. عندك حق، انا خلاص ما بقتش عارف افرق ما بين الشك واليقين. الشك عندك انت، انما اليقين عندي انا. ولولا اليقين ده عندي ما كنتش اقدر اطلب منك طلب زي ده. طب انا دلوقتي هسافر انجلترا ازاي وانا معايا مسدس؟ المسدس هيجي لك لغايه عندك بكاتم الصوت والرصاص. في واحد هيجيبه لك لغايه عندك في الاوتيل. لو حبيت الاوتيل يبقى 7 ستارز انا ما عنديش اي مانع، ولو اني افضل يبقى اوتيل صغير ما فيهوش ناس مهمين. بس طبعا في الحاله دي لازم تفهم مارجريت ان توماس ما يبقاش موجود، والا هتضطر تقتله هو كمان. هو مش توماس ده شريك مراتك في كل اللي عملوه ضدك؟ توماس ده هيبقى ليه حساب تاني بعدين. والحساب ده هبقى انا برضو شريك فيه؟ لا لا لا، دي مساله تخصني انا لوحدي. انت بعد ما تخلص عمليتك هترجع مصر وكانك اتولدت من جديد، وحلال عليك فلوس عمتك كلها. ويا ريت كمان تبقى تكتب لي جواب شكر. مش واجب عليك برضو؟ ما تخلينا في الجد. هتسافر امتى؟ اديني فرصة بس احاول الاقي سبب مقنع اقوله لمراتي والولاد. على العموم لو عايز سبب انا ممكن الاقي لك مليون سبب من ناحية تطمن. ما لازم اطمن ما دام ليا صديق مخه جبار زيك كده. قدامك 10 ايام عشان تاخد الفيزا وتقطع تذاكر الطيارة، وانا افضل انك انت ما تسافرش فيرست كلاس عشان ما تلفتش الانظار. اي سؤال تاني؟ ولولا انك ارتكبت جريمه انا قدرت اكتشفها بسهوله كنت هقدر اضغط عليك واطلب منك تقتل مراتي. الشك عندك انت يا احمد، لكن اليقين عندي انا.
يعني ممكن؟ ممكن يا رجل القانون يا ممثل النيابة ممكن؟ وليه لا؟ ايه اللي يمنع؟ رئيس نيابة رئيس منصر او بني ادم خلاص معرض للخطأ والصواب. لا لا لا. طب هتعمل ايه في الورطة دي؟ هتسيبه يبلغ عنك ويقضي على مستقبلك ومستقبل ولادك؟ مش معنى انا انقضى على مستقبلي ومستقبل ولادي. وضميرك ضميرك راح فين؟ ضميري كان دايما صاحي. ايوه صاحي صاحي، لان ضميري هو سيف الحق على رقبه كل مجرم بدخله قفص الاتهام. لكن انت يا شهاب ضميرك فين؟ ضميري طول عمره كان صاحي، وفي الاخر عمل ايه؟ نديله بنج يغفل شويه وبعدين ندخله العنايه المركزه يرجع زي الاول واحسن كمان. مفيش حاجه بترجع زي الاول ابدا. ما دام وقعت في الغلط يبقى هتنتهي. هبدا من جديد وكل شيء بيتنسي. هرجع لي مالي وشهرتي وولادي. ولادي هما فين؟ ما خلاص ابني راح ضحيه المجرمه، ما فضلتش غير ساره. اخر مره شفتها فيها حسيت انها قريبه مني قوي. مها بنتي لازم تبعد عنه، انت مريضه. انا كمان مش عاوزها تروح مني. مها ملهاش ذنب، ساعات بضعف قدامها لاني بحبها قوي. كان نفسي ساره تبقى زيها، وكان نفسي يبقى عندي عيله زي عيله احمد. نفسي في الامان والحب والدفء. كل ده هضيعه منهم يا شاب؟ لا، ده اذا لا قدر الله اتقبض على احمد. اما بقى لو تمت العمليه من غير ما حد يعرف، هيرجع للامان بتاعه وانا هروح للدفء والحب. احتمال، ممكن، اكيد. لازم تفكر كويس، لازم تحكم ضميرك. لكن قبل ما تفكر في اللي انت بتفكر فيه، لازم يا احمد تغير مكانك. لازم تبقى قدام مكتبك مش وراه، وبعدين فكر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. تعال يا سيدي شوف صاحبك عاوز يعمل ايه. خير يا فندم. اتفضل اقرا. استقاله؟ قال ايه؟ مسؤولياته اصبحت كتيره في الشغل الخاص، وما يقدرش يقوم بواجبه على الوجه الاكمل. هو كده فعلا يا فندم؟ لا، لازم في سبب تاني ما انتش عاوز تقوله. والله يا فندم تقريبا مفيش اي سبب تاني غير هو السبب ده. ما انت كنت ماشي كويس وشغلك كان فوق الممتاز. ما عليك، انا فعلا كده، بس الحقيقه ده اثر على شغلي في المجموعه. ايه رايك يا عبد الرحمن؟ الحقيقه يا فندم انا كنت حاسس الموضوع ده هيحصل من مده بعد وفاه عمته. كان كل ما يدخل عليا المكتب احس انه جاي يقدم استقالته. يعني ما تقدرش توفق بين شغلك هنا وشغلك هناك؟ حاولت يا استاذ نابل عام بس ما قدرتش. انت ما تقدرش تتصور اسف يا قد ايه على استقالتك دي، لكن هنعمل ايه بقى؟ امال انا اقول ايه يا فندم؟ انا تعودت ان انا اشرب معاه القهوه كل يوم الصبح. على العموم انا مش هقدر اشر عليها دلوقتي، انا هخليها قدامي. بصراحه انا مش قادر امسك القلم. أعلى النائب، أنا مقدر مشاعرك النبيلة، والحقيقة أنا عمري ما تمنيت إني أشتغل مع رؤساء يحطوني بالعاطفة والاحترام زي ما عليكم، وآسف إن أنا مش قادر أكمل معاكم. معلش معالي النائب، أرجوك. امضيلي على الاستقالة علشان أبقى نرتاح. لا مؤاخذة يا سعادة الدكتور، بس أذن سيادتك أخذها. هتعمل بيها إيه يا عباس؟ هعلقها في البيت عندي، هخليها قدوة لأولادي. هتوحشني يا عباس. أمال أنا أعمل يا سعادة الدكتور؟ أنا اشتغلت مع ناس كتير قبلك، وعمري ما شفت حد منهم بالأخلاق ده. خد يا عباس،
المبلغ ده انا مجهزه لك عشان ولادك. لا يا سعاده البيه، خيرك مغرقني. انت تستاهل اكتر من كده بكتير يا عباس، دي حاجه بسيطه. ايه مبلغ 3000 جنيه حاجه بسيطه؟ ايدك يا سعاده البيه، ايدك عشان ابوس. استغفر الله العظيم. المهم يا عباس ادعي لي ربنا يبعد عني ولاد الحرام. ايه يا سلوى مالك؟ شكلك كده عاوز يقول موضوع متردد. الحقيقه يا ماما انا امبارح في موضوع كده قلقني وما خلانيش اعرف انام. موضوع ايه؟ ممكن اسالك سؤال؟ في يا سلوى ما تقولي، عايزه تسالي ايه؟ ماما بابا بريء ولا مت؟ اسالي السؤال ده دلوقتي ليه يعني؟ يعني اصل انا امبارح لما شديت مع جوزي شويه في الكلام قال لي انه كل التهم اللي وجهتها نيابه لبابا كانت تهم مظبوطه، وفاكرني يعني ان انا عارفه ان بابا فعلا مش بريء وان انا بستعبط يعني عارفه ومطنشه. هو يعني عارف الكلام ده منين؟ بيقول انه عارف من مصادر موثوق منها وان شحنات الاكل فعلا كانت فاسده وان بابا كان عارف. وافرضي ايه؟ افرض يعني ابوكي مش الوحيد اللي عمل كده يا سلوى؟ يعني اللي احنا عملناه مع رئيس النيابه وبنته ده كان كله غلط؟ سلوى حبيبتي يا حبيبتي احنا لازم كنا نعمل كده عشان خاطر نحمي نفسنا. انت كنت عايزه يعني الامل اللي احنا عايشين فيها دي تروح كده بالسهل يا سلوى؟ تقدري يا سلوى تستحملي ان احنا نرجع نعيش في شقه تاني صغيره وما نقدرش نكمل مصروف الشهر؟ تقدري تركبي مواصلات تتزنقي في مترو ولا تتزنقي في اتوبيس؟ تقدري يا سلوى تستحملي ده؟ تقدري تلبسي فستان واحد سنتين ما تغيروش؟ يا شيخه حرام عليكي، ابوكي ده اللي مش عاجبك هو اللي راكبك احسن عربيات بتتمنظري بيها قدام صحابك، هو اللي خلاكي تلبسي الدهب والالماظ اللي في رقبتك. ركبي عربيات ولبسني في رقبتي الماظ ودهب، قولي يا ماما ركبني عار همشي بيه بقيه عمري، وعلق في رقبتي ذنوب الناس ودم الغلابه. يعني ابوك رجع في كلامه بالنسبه لموضوع المستشفى؟ الحقيقه انا ما سالتوش، بس ما اعتقدش ان بابا يرجع في كلامه في مشروع زي ده. بابا اصلا بيحب فعل الخير قوي يا دكتور. ومين ما يحبش فعل الخير الا اذا كان ابن حرام. بس حوال والدك النفسية والعصبية اليومين دول شكلها ايه؟ اصل والدتك اشتكت لي انه بقى عصبي قوي. والله ما اعرفش يا دكتور، انا اصلا ما بقعدش في البيت كتير، بس يعني اللي انا لاحظته في الفترة الأخرانية دي ان هو دايما مشغول ودايما سرحان، ولما بتكلم معاه فين وفين لما بياخد باله ان انا بتكلم اصلا. متهيألي ان في حاجة شغلاه. وتفتكر ايه اللي شغله؟ غالبا هتبقى قضية، قضية صعبة وهتلاقيه مش عارف يوصل فيها لمين المتهم ومين البريء. يا رب يوصل عشان يرتاح ويريحنا. في حاجة يا حسن؟ في واحدة تحت بتسأل على الست بقى. ما قالتش هي مين؟ بتقول إنها زميلتها. اسمها إيه؟ أهلا يا سلوى. إزيك يا عاملة إيه؟ الحمد لله، اتفضلي استريحي. أنا عارفة أنت زمانك مستغربة شوية بتقولي زي ايه اللي جابها دي؟ تحت امرك يا سلوى، شربتي حاجه؟ لا مش سي. خير يا سلوى؟ تاكدي ان النهارده بجد خير، بجد خير يا ماما. يعني انت دلوقتي بتعترفي ان كل مره اتقابلنا فيها ما كانتش خير، صح؟ ليكي حق تقولي كده واكتر من كده كمان، بس المره دي بجد نفسي تصدقيني، انا جايه لك عشان اعتذر لك وتقبلي اعتذاري وتسامحيني من قلبك بجد يا ماما. انت ناوية على ايه بالظبط المرة دي يا سلوى؟ النهارده بجد انا عايزاكي تصدقيني يا ماما، انا جايه لك وعايزه اعتذر لك عن كل كلمه قلتها لك غلط في حقك وعن كل تصرف وحش عملته معاكي، وعايزاكي تصدقيني بجد ان انا ندمانه على كل حاجه عملتها. انا بصراحه مش قادره افهم اي حاجه ماما، انا مش هقدر افهمك او مش هقدر اشرح لك، بس ممكن اقول لك باختصار ان انا يعني عرفت انه باباكي كان عنده حق في كل التهم اللي وجهها لبابايا، وانا ما كنتش عارفه الحقيقه فين، كنت فاكره ان هو بيتجنى عليه. بابا عمره ما كان بيتجنى على حد يا سلوى، ده اكيد يا ماما، وانا عرفت ان انا كنت غلطانه. انا جاي النهارده عشان اعتذر لك عن كل كلمه غلط قلتها في حقك او تصرف وحش عملته معاكي، وعايزه اقول لك حاجه كمان، عارفه في كل اللي كان بيحصل ده من جوه قلبي انا كنت بحبك وكنت بتمنى بجد ان احنا نكون صحاب، لكن طبعا بعد اللي حصل ده
انت من حقك تقبلي او ترفضي صداقتي. بصي يا سلوى، انا عمري ما عرفت الكره الا لما ظلمتيني وظلمتي بابا. بس بعد اعترافك ده ومجيتك عندي لغايه البيت دي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. وعاوزاكي تعرفي كمان حاجه مهمه جدا، انت قبل ما تجيلي انا كان عندي اخت واحده ودلوقتي بقوا اتنين. بجد بجد. حاجات تزلل عينينا بكره في عيوننا يصغر. قرب نتعلم يا حياة مهما في يوم بدينا بتاخدي منا أكتر واللي في إيده ملوجة. حاجات تزلل عينينا بكره في عيوننا يصغر. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقة كابوس في القلب احساس بظلم من ناس على جروحنا بتبوس. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقه كابوس ويزيد في القلب احساس بظلم من ناس على جروحنا بتبوس. لو كان من خاف سلم ما كانتش ضاعت يا منفوس. والغدر اصبح مرض وعلاجه اصبح شيء ما يقول. نتعلم يا حياة مهما في يوم الدين انا بتاخدي منا اكتر واللي ملوجة. وحاجات تزلل عينينا بكره في عيوننا يصغر. ليه في ناس ترسم في خط فاكرة حياتها واقفة عليه زي الغريب رايح نشاط يوصل يلاقي نهايته فيه. في ناس ترسم في خط فاكرة حياتها واقفة عليه زي الغريب رايح لشط يوصل يلاقي نهايته فيه. ده الخير في طريقه دايما الشر ليه قاطع طريق. وانت ابو قلب طيب يا تعيش جبان يا تموت كريم. تعلم يا حياة مهما في يوم تدينا وتاخدي منا أكتر واللي في إيده ملوجة. وحاجات تزلل عينينا ورافع عيوننا يسر.